من جديد برحب بحضراتكم. وبعد نجاح ثورة 30 من يونيو حققت مصر العديد من الإنجازات الثقافية، من افتتاح دار الكتب بمنطقة باب الخل بعد إعادة ترميمها وتطويرها، وافتتاح متحف جمال عبد الناصر بمصر الجديدة، ونقل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى التجمع الخامس، وإدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية بمنظمة اليونسكو، هذا بالإضافة إلى استرداد 4 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العالمية خارج مصر. على العموم للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شعبان يوسف الكاتب والناقد الأدبي. أستاذ شعبان برحب بحضرتك معنا على إكسترا نيوز. اهلا بك يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. خليني اسال حضرتك في البدايه، يعني من واقع خبره حضرتك في هذا المجال، خلال ال10 سنين اللي فاتوا ايه التطور اللي شهدته الثقافه المصريه؟ مبدئيا انا كنت احد المشاركين في اعتصام وزاره الثقافه، بدايه بالمؤتمر اللي هو عنوانه الثقافه في المواجهه. أعتقد أن احتشدت القوى الثقافية المصرية بقدر كبير جدا من التحالف مع الدولة، أنها تطيح بكل الأفكار الرديئة أو الرجعية أو الإرهابية اللي كانت موجودة في المؤسسات. وعملنا المؤتمر ده اللي كنت أنا في اللجنة، كان معنا الأستاذ الله يرحمه بهاء طاهر والمخرج عصام السيد والمخرج مجد احمد علي والناشر محمد هاشم يعني والفنان محمد عبله. والحقيقه عمل مؤتمر برعايه الدوله، كان مؤتمر عظيم جدا، استطاع المؤتمر انه يقدم افكار كثيره جدا. اظن انها الافكار التي قادت برعايه الدوله، طبعا انها قادت الحركه الثقافيه على مدى طويل. اول حاجه ان كان في عدم استقرار في اختيار القيادات الثقافية. أول حاجة اتعملت إن استعادت الدولة القيادات الثقافية اللي كانت موجودة في المؤسسات، وكانت حكومة الإخوان أو نظام الإخوان كان أطاح بهم. أول حاجة رجعت القيادات دي، كانت ناس عبد الكريم دكتورة إيناس كانت أطيح بها من الأوبرا فعادت، وكان الدكتور أحمد مجاهد كذلك، وكل الذين أطاحت بهم حكومة الإخوان عادوا مرة أخرى، وده مصدر قوة. وابتدت الأمور تزداد مرة أخرى قوة. مشروع مكتبة الأسرة زادت ميزانيته، دي أهم حاجة، يعني الميزانيات اللي كانت موجودة في 18 قطاع عندنا في وزارة الثقافة، الدولة رفعت ميزانياتهم أولا من أجل الجوائز، من أجل نشر كتب جديدة، مجالات متفتحة، إضافة أسماء كانت شبه ممنوعة أو شبه مستبعدة أو شبه مؤجلة أو معطلة إلى الكيانات الثقافية. جوائز الدولة زادت الضعف، يعني كان، ويمكن حضرتك لابد أن نعلم أن الحافز المالي اللي كان بيبقى مهم جدا في طبعاً بدون شك طبعا من الخطوات المهمة جدا، هو زي ما حضرتك تحدثتي نقل معرض الكتاب من مدينة نصر للتجمع الخامس. أنا كنت مشرف على النشاط الثقافي في المعرض لمدة 10 سنين. بالفعل إن إحنا إزاء معرض حضاري، معرض مهم جدا نستطيع أن نفخر به. يعني طبعا المعرض اللي فات ما كانش رديء، ولكن كان فيه أشكال كثيرة جدا من خلل، لكن المعرض الجديد الحقيقة استطاع أن يخدم قطاعات عديدة جدا من دور النشر ومن المثقفين ومن الندوات، وأظن أن في كمان يعني قدر من المرونة الشديدة جدا بين المثقفين وبين الحياة الثقافية في مصر لطرح عناوين جديدة لم تكن موجودة من قبل. إيه العوامل يا أستاذ شعبان اللي ساعدت الدولة على تحقيق ما تحقق، لو هنقول طفرة، لو هنقول خطوات راسخة خلال ال10 سنوات اللي فاتوا؟ الحقيقة رغبة الناس كان في استعداد لدى الناس، كان في استعداد لدى الناس طبعا، لان السنة اللي احنا عشناها في 13 كانت سنة كبيسة وكانت سنة كئيبة جدا، فكانت الناس محتاجة انها تتنفس بالفعل. فلما جت الإطاحة بجماعة الإخوان كانت الناس عندها استعداد انها تعمل، فتفاعل الناس وتضامنها وتعضيدها
للدولة في الفترة دي هو الداعم الأكبر لذلك. والناس كان عندها مشاريع مؤجلة، كان عندها أفكار معطلة طول الوقت ما كنتش عارف تعملها إيه. اللي كان عنده كتاب يعني أتذكر في عناوين كتيرة جدا صدرت عن المؤسسات الثقافية اللي في عندنا إحنا، مؤسسات ثقافية كبرى، دار الكتب النهاردة في تسهيلات شديدة جدا ليه، إن الواحد اللي الباحثين يعني كان زمان كان في مشاكل كتيرة جدا في وحدات بالجغرافيا، في آليات حديثة تكنولوجية يستطيع الباحث انه يتعامل معها بشكل كويس. يعني في تقدم ملموس نستطيع ان احنا نلمسه للمثقف العادي او الباحث او الكاتب او الناشر باشكال مختلفة. يعني ايه الاثار الايجابية اللي ممكن نكون لمسناها بشكل او باخر اللي بتتحقق من وراء انشاء افرع جديدة للمكتبات العامة، ان احنا نكون قادرين نغطي مناطق مختلفة في محافظات الجمهورية ليس العاصمة فقط، بالتوازي احنا شايفين مبادرات للمكتبات المتنقلة ايضا ليست بالقليلة على مدار السنوات الماضية. ده تفعيل برضه لبنود قديمه، يعني خلي بال حضرتك ان كان في بنود قديمه غير قادره على التحقق، ولكن وجود رغبه من الدوله والشعب ودول حاجه واحده تقريبا يعني او على الاقل يتم السعي الى ان يكون شيئا واحدا او لحمه واحده يعني. فحصلت طبعا اولا في أفرع لهيئة الكتاب تم افتتاحها في أماكن عديدة في جمهورية مصر العربية، وهنجد اللي يروح النهاردة هيئة الكتاب هيلاقي فيه سلاسل جديدة موجودة في هيئة الكتاب. الثقافة الجماهيرية يعني الثقافة الجماهيرية النهاردة احنا أنا كنت في مؤتمر الوادي الجديد اللي هو مؤتمر أدباء مصر اللي بيتعمل كل سنة، الحقيقة في قدر كبير جدا من مثقفين، في حوالي 400 ضيف موجودين في المؤتمر. أنا يعني في لجنة كمان مؤتمر الرواية العربي اللي هو بيعمله مجلس أعلى الثقافة، ففي رعاية شبه يعني 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 جيدة لإقامة وإنشاء وتفتيح محاور جديدة جدا. والحقيقة ما فيش أي عائق يعني يعوق إن احنا نطرح أشكالا من البحث. أنا في لجنة الأبحاث في مؤتمر أضواء مصر مطروح كل العناوين للخيارات دون أي رادع أو دون أي يعني مانع. مشكورك شكرا جزيلا أستاذ شعبان يوسف الكاتب والناقد الأدبي على وجودك معنا.